كابتن نعيم، أعود إلى مباراة اليوم. يعني بالأمس إلى حد يعني إلى حد بعيد أنا كنت يعني وكأني بهذه النتيجة حتى من سولف بيناتنا. هل المنتخب المغربي، بالمناسبة البارحة كان هناك يعني المنتخبان سينفتحان أو سيغلقان، يعني لأنه يميل للدفاع المنتخب المغربي، شلون شفت المباراة اليوم؟ يعني اليوم كانت المباراة مثل ما تحدثنا وتأكدنا عليه خلال حديثنا البارحة أنه الفريقين راح ينزلون بنفس الهاجس، أنه هاجس الفوز وخطف المركز الثالث، لأنه بكل تأكيد هو مركز حقيقة طموح كل الفرق، يعني ما ممكن تنطي به مجال أنه ممكن لاعبين يسترخون أو يأخذون مجال أنه ممكن تراخي في هذا الجانب. إذا حسبنا الأمور الفنية فكانت أكيد خلال حديثنا البارحة كانت الأمور الفنية نوعا ما تميل لكفة المنتخب الكرواتي بما يمتلكه من خبرة، بما يمتلكه من إمكانيات مودريتش. هذا لا يعني أنه الفريق المغربي ما كانت عنده أسلحة وما كان ممكن هو يخطف لقب المركز الثالث، كانت عنده الإمكانيات. لو نرجع حتى الأسلوب اللي لعبوه، لو نشاهد الأسلوب، أسلوبين اللي لعبوه به المنتخب الكرواتي والمنتخب المغربي. المنتخب المغربي إحنا البارحة يمكن تحدثنا نفس الأسلوب راح ينزل به، لأنه نجح لدرجة كبيرة في مسألة أنه تعزيز الأماكن الدفاعية، وممكن من خلال الاعتماد على الكرات الطويلة والهجوم المرتد اللي ممكن تفوق به على منتخبات ذات مستوى عالي، البرتغال وإسبانيا، وقدر بهذا الأسلوب أنه يتفوق عليهم. شفنا المنتخب الكرواتي عدة أساليب لعب بها، يعني اليوم شاهدنا لعب اليوم بأسلوب، يعني هذا أعتقد أنه مسألة توظيف الأدوات. هنا أنا بهذه المباراة أعتقد أنه كان الدور الأبرز للمدربين، نعم، في مسألة توظيف إمكانيات اللاعبين. يعني شاهدنا اليوم منتخب الكرواتي لعب 4-2، اللي هم 4-2-3-1، 4-2-3-1، الاثنين اللي خلف اللي انطاهم مساحة للتحرك، كوفيديتش ومودريتش، 8 ومودريتش. كوفيديتش لاعب كان لاعب ريال مدريد، من أبرز اللاعبين الموجودين منتخب كرواتيا، انطاهم المساحة أنا أعتقد وعزز الحالة الدفاعية وأيضا الأمام، انطاهم المساحة لصنع اللعب. لذلك حتى نشوف لو نرجع لمجريات الشوط الأول، اللي خطروا المنتخب المغربي هم الاثنين اللي اجوا من الخلف، مودريتش في الدقيقة أعتقد هجمة خطرة كانت جدا، شوت مودريتش بالدقيقة 23، وكوفيديتش أعتقد أيضا بالدقيقة 17.